مجلس إدارة النادي الأهلي يكلف الشؤون القانونية بدراسة، خليها سابق ماشي عزت. مجلس إدارة النادي الأهلي يكلف الشؤون القانونية بدراسة حوار عبد الله السعيد للموقع الأمريكي وبحث حقوق النادي الأهلي القانونية فيه ودراسة ما إذا كان هناك تجاوز في حق النادي الأهلي والتعامل مع الأمر قانونيا، وإذا كان هناك تجاوز تتخذ الإجراءات القانونية ضد عبد الله السعيد. الساهرين معنا. مجلس إدارة النادي الأهلي يقرر إحالة حوار عبد الله السعيد مع الموقع الأمريكي إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبد الله السعيد إذا ما ثبت تجاوز عبد الله السعيد في حق النادي الأهلي. أهو إن حد قال ده قبلي؟ أهو الكام واحد اللي معايا، لو كان حد قال ده قبلي قولولي. قولولي عشان الخبر جاي لي انفراد. قولولي عشان أقول له ده مش انفراد، ده قديم. اتقال من 3 ساعات، أنا بثق فيك يا أمنية، مش انفراد يا عم. الإعداد بعتولي بيقول لي انفراد، مش انفراد. شفتوا أنا بقى محترم إزاي؟ الناس سمعته قبلية ب3 ساعات، يبقى مش انفراد. يبقى ضمن السبق، 3 ساعات يعتبر سبق ضمن السبق. وفاروق سعد، فاروق سعد لو قال يبقى انفراد لأنه تبعنا. فاروق سعد قالوا فين؟ هو فاروق سعد بيعمل لايفات من ورايا ولا ايه؟ ماشي ماشي، والله العظيم مبعوت لي من المغرب، بس انا ما بطلعش غير بالليل. يا عم انا بضحك، والله بضحك، والله بضحك يا جماعه. يا عم هو الكلام عليه جمرك انفراد ولا بتاع؟ يعني شايفين خدت جايزه نوبل، ما طول حياتنا بنعمل انفرادات، ما بناخدش اي حاجه، عادي يعني، عادي الموضوع. انا بضحك بس والله، والله بضحك. بس ايه رايكم انتم في حاله الحوار للشؤون القانونيه؟ والله يا اسامه زهقان زهق لا تتخيلوا. كلمونا على 03-04-73 وقولوا لنا رايكم في الحوار وقرار الاهلي باحالته الى الشؤون القانونيه. والله عزت خدنا ايه؟